ملك إسبانيا فيليب السادس الدعوة رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بلاده خلال العام الجاري. وصرح أرتورو أفلو ديث ديل كورال سفير إسبانيا بالقاهرة أنه سيتم تحديد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية. وأشار السفير إلى أن الرئيس السيسي كان قد التقى ملك إسبانيا في أديس أبابا، حيث كان الملك فيليب السادس ضيف شرف قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في نهاية يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما كشف السفير أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال سيزور مصر للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد بشرم الشيخ في مارس المقبل.